ثم القضية ما هيش خناقة، ما هيش خناقة يا علي يا أبو بكر. لا، ليه؟ أبو بكر كان النبي بيحبه، ولما عمر صلى بالناس والرسول مريض، الرسول غضب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبو بكر. لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. يبقى اللي يكره أبو بكر نعمل فيه إيه؟ اللي يلعن أبو بكر وعمر نقول عنه إيه؟ اللي يكره أمي، أمنا، أم المؤمنين عائشة، ويلعنها ويسبها ويخوض في عرضها نقول عنه إيه؟ لا، إحنا عقيدتنا عقيدة أهل السنة، العقيدة الواضحة الجميلة الرائعة الرائقة، إن الصحابة اتفقوا والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. اعتقادنا بمنتهى الوضوح والصراحة إن أفضل الأمة أبو بكر، إن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الشجرة ثم بقية الصحابة. ده عقيدة، مش عشان احنا بنألفها ولا على هوانا ان احنا بنحب فلان اكتر من فلان، لا، ده دين يا جماعة، دين. عشان كده ما ينفعش الكلام غير بالحق.